قبل قليل فقط قصفت إسرائيل المستشفى المعمداني وقتلت 500 فلسطيني. 500، هذه مجزرة، هذه يعني حتى كلمة مجزرة قليلة عليها. ما يحدث اليوم هو شيء خارج الوصف، خارج كل التخيلات. للأسف الشديد أن الإدارة الأمريكية هي رأس حرب اليوم في هذه الحرب، هي شريك مع الاحتلال الإسرائيلي فيما يحدث. البارجات التي تحركت، البارجتان اللتان تحركتا وزعموا بأنه عليهم 2000 مقاتل أمريكي، وادعوا بأن هؤلاء لن ينخرطوا في الحرب وإنما هم موجودون لغايات تقديم المشورة ولمهمات أخرى تتعلق طبعا بالرهائن المختطفين أو الأسرى عند الحركة. طبعا هذا الكلام نحن لا نشتريه على الإطلاق، يعني كلام لا يدخل العقل. كل بارجة من هاتين البارجتين تتسع ل5000 جندي، وهذا يعني أن هنالك 10000 جندي أمريكي ربما قد تحركوا بالفعل إلى المنطقة، وهذا يعني أن لديهم مهمات قتالية، ما هنالك مهمات ستطلب منهم، لأن الجنود لا يقدمون المشورة، من يقدم المشورة هم الخبراء والمختصون. وبالتالي نحن غير متفائلين إطلاقا من اجتماع الغد، ولذلك نحن نظمنا اعتصاما أمام السفارة الأمريكية غدا احتجاجا على زيارة بايدن الذي نراه شريكا في دماء غزة وأطفال غزة ونساء غزة. نعم، أجدد التحية بك ثانية دكتور الحروب. حضرتك يعني علقتي أو عرجتي في حديثك هذا فيما يتعلق بتهجير سكان قطاع غزة، ولكن الموقف الأردني، العاهل الأردني أبدى موقفا رافضا لهذا الأمر، وحتى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طبعا رافض لهذا التهجير. إذن ما الحلول البديلة برأيك؟ الحلول البديلة أن يتوقف المعتدي عن عدوانه. الحلول البديلة طبعا في لحظة من اللحظات، حتى هذا الفيتو المعلن حاليا من قبل الرئيسين، من قبل الملك عبد الله ومن قبل السيسي، حتى هذا الفيتو أمام وقع المآسي والدماء والأطفال والنساء، يعني أمام وقع المناظر الإنسانية، لن يتمكنا من إغلاق الحدود لفترة طويلة. وبالتالي الأصل في الأشياء أن تكثف الحكومات العربية والرؤساء العرب أن يكثفوا ضغطهم، وأن يكون هذا هو محور الحديث غدا مع بايدن. لمرة واحدة نكون نحن من يتحرك ويطلب من الآخرين، بدلا من أن يطلب الآخرون منا ما الذي نفعله. فيفترض أن يكون الضغط بوقف الحرب فورا، على الأقل إعطاء هدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار، فتح ممرات إنسانية، السماح بإيصال المساعدات لتخفيف الثمن الإنساني الباهظ الذي يدفع الآن. نحن أمام حرب طويلة كما صرح بذلك نتنياهو وجالنت وكل قادة أركان الجيش الإسرائيلي. إذن هذا يتطلب نفسا طويلا، هذا يتطلب القدرة على إمداد المدنيين بالحد الأدنى الذي يمكنهم من الثبات ومن الصمود في أرضهم. إنما نحكي والله ما بدناش نفتح الحدود وبعدين الناس تموت في مكانها وتنقصف في مكانها وما في مي في مكانها وما في أكل في مكانهم، لا، هذا كلام يعني كلام مش صحيح. فالأصل في الأشياء أن نوقف العدوان، مش نحكي والله نحن لن نفتح الحدود.